حفر عدد من الفلسطينيين مساكن داخل الصخور في بلدة صريف غرب الخليل من أجل حمايتها من أطماع المستوطنين المحيطين في المنطقة، إذ يسعى الفلسطيني للحفاظ على أرضه من أطماع المحتلين الذين يحاولون سرقتها وسرقة التراث الفلسطيني القديم. القبر هذا حماية للأرض من البيع ومن اليهود، وهذا اليهود بذيقوا علينا كثير، وأنا بدي أموت وأنا أدفن في هذا القبر. هذا أبو يسري يجلس أمام قبر حفره لنفسه بين الجبال وأشجار الزيتون داخل أرضه. لم يكتفي بهذا القبر، بل حفر لعائلته مسكنا داخل الصخور من أجل أن يحافظ عليها في ظل اقتراب المستوطنين منها، فهي تقع في منطقة جبلية في بلدة صريف غرب الخليل تحيط بها المستوطنات والمستوطنين، وكل يوم يحاولون الاستيلاء عليها، يتصدى لهم ويقدم كل ما يملك للدفاع عنها. هذه المغارة حماية للأرض، تحمي الأرض وبعدين بتظل شوكة في حلقها المستوطنين. احنا بنيجي على هذه المغارة أنا ولادي وولادي ولادي، حماية للأرض، وبنتنزه فيها وبننام فيها وبنقعد فيها. منازل داخل الصخور ربما لا تكون صالحة للعيش الطبيعي، لكنها في فلسطين حاضرة بقوة، فهي وسيلة من الوسائل التي يملكها الفلسطيني للحفاظ على أرضه، تشكل نقطة يمكن منها الدفاع عن الأرض ورفض محاولات المستوطنين بالاستيلاء عليها. يعني هذا بيعزز بقائهم في هاي الأرض واستغلالها بالوجه الأمثل، الرجوع لطريقة عيش الأجداد اللي كانت موجودة في السابق في الكهوف والمغارات، وطبعا انضاف عليها الأدوات والمعدات اللي كانت تستخدم قديما. في نفس البلدة محاولة أخرى تمثلت في حفر مساحة كبيرة داخل الصخور. هذه المساحة خصصت لحفظ التراث الفلسطيني وتناقله عبر الأجيال، محاولة أخرى لتعزيز البقاء في هذه الأرض. من بين الصخور يحفرون صمودهم، نماذج جديدة في الحفاظ على الأرض في ظل أطماع الاحتلال والمستوطنين المحيطين بها ومحاولات متواصلة للسيطرة عليها. من بلدة صريف غرب الخليل، محمد العدام، رؤيا.